السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 صحابي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. أنا لسه مش متعود على دخلات اليوتيوب دي، المفروض بتعمل إزاي؟ ممكن مثلا أعيد دخلة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات خمن. أنا مش مرتاح، أنا مش مرتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج خمن، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة زي ما أنتم شايفين أنا جاي، مش هينفع أتكلم بهدوء، مش هينفع أتكلم بهدوء علشان ده يوتيوب، فلازم كله يكون بيزعق وكده، ماشي؟ خمن يا جماعة فكرته ببساطة إن أنا بخمن. بجد اليوتيوب ده بقى استسهال، بقى اي حد فاضي يقعد على الكرسي بتاعه ويبدا بقى يفتح الكاميرا ويهزي. انا كنت طلبت منكم انكم تبعتوا لي على الانستجرام المكان اللي بتذاكروا فيه في ثانويه عامه، وانا من خلال شكل المكان ده اخمن انتوا جبتوا كام في الثانويه. فيلا بينا. ستاير حمراء في دايره قدام المكتب، الكرسي ده شكله جديد، حاسس ان الكوبايه ديت في تيتا في الموضوع، في تيتا في البيت او حاجه. المكتب شكله لطيف مش فانسي، في رطوبه علشان السيراميك ده بيجيب رطوبه في الشتاء، فممكن نقول 80%. الستاير الحمراء دي مريبه عامه. 98.4 98.4 تقريبا. السر في الكوبايه دي، فيها اكسير النجاح مش اكسير الحياه. يا سلام، معانا هنا الاستاذه وسام علي، كانت بتذاكر معايا في اللايفات اللي انا كنت بنزلها ستادي ويز مي. للي ما يعرفش انا عندي قناه انجز مع برعي، ببقى قاعد بذاكر، انتوا بتقعدوا تذاكروا معايا فبنونس بعض من الاخر يعني. يعني هي كانت بتذاكر كتير عشان كنت بذاكر كتير اول فتره دي، فكانت هي كنت بطلع كتير فيها، كانت بتذاكر معايا وفي ملزمات كتير والمكان شكله ضلمه. ده شخص عنده هدف واحد في الحياه ان هو ينجح. هي جابت فوق ال 95، 72%. 72% يعني 72%. امال انا كنت بتقعدي معايا بتعملي ايه؟ انا مش فاهم. احمد اشرف شعلان، ايه ده؟ ده يا احمد سيت اب جيمنج، ايه اضواء الكريسماس دي؟ مش فاهم. وايه ده؟ ايه الخرايط دي؟ ده انت لو تايه اقسم بالله ما هتحط الخرايط. انت كده كنت ادبي تمام. مين سيت اب في العالم بيقعد ده غير الجيمر؟ بعد كل الشغل ده 30%. لا الصراحة 99.5. يا عم خدت من 30%، ايه ده؟ ما يجيش تمن الماوس يعني. 99.5 ما شاء الله يا احمد، والله فعلا ده يثبت لك ان كل واحد ودماغه، يعني مش فارقه. يعني عمري في حياتي، اقسم بالله عمري في حياتي ما شفت حد قاعد في مكان مكتب مذاكره في انوار فرح كده. فكرتك عن ان هقعد مكان في مكتب حلو، اقعد بقى ايه فاهم، والاباجوره بقى كده والوناسه وبتاع، الدنيا تبقى دافيه ولابس بطانيه. الراجل ده كان عامل فرح شعبي عنده في الاوضه وبيذاكر على بي سي جيمنج وجاب 99.5%، فبرافو يعني. اللي بعده إيه؟ طيب الاستاذه هاي دي، الله، هي دي الاشكال اللي انا بحب اشوفها، هي دي الحاجات اللي هي الهربده والبهرجه والهلهله. اي حد بيبقى منظف مكتبه عرف ان هو ما اشتغلش، بتقعد تكتب بقى ومش عارف ايه، والمعلومه تطير منك، تستخبى الورقه تطير، تخش جوه الكراسي وبتاع وكده تقعد تدور عليها. هو ده ان شاء الله تكون جابت فوق ال 97%. 82. طيب يا هايدي لو سمحت بقى ولعي في الكتب دي، مش فاهم 82 ايه بعد كل الورق اللي انت ده انا قعدت قلت فيك شعر. ماشي يعني، مبروك مبروك، حاجه و80% جميل. الله يا سلام، ايه السيت اب الجميل ده؟ اقسم بالله يدرس يعني، حاجه تفتح النفس كده. اي نعم هو يعني لحد في ابتدائي شويه، اكيد ده ما كانش ثانويه عامه، بس جميل يعني. القله بقى، عود القرنفل ولا عود اسمه ايه، القرفه اللي بيبقى جوه ده، العروسه، ولعل ما ترجوه سوف يكون، اللي هو يعني بتحفز نفسك. فاكرين انت الجمل اللي كنا بنكتبها علشان لما نحقق بقى البتاع، نقول افضل ما ابص عليها كده واقول ايوه انا هحقق الحاجه اللي انا عايزها وبتاع، وهفضل احطها نصاب عيني بين عيني كده، بين عيني. ده اللي هي عاملاه هنا، والرسمه دي 7/10. انا خايف الصراحه ادي حق. لا بص بصراحه، هو الايفورت اللي محطوط في المكتب لو اتحط في المذاكره، البنت دي جابت فوق 98%. 87.8. ما هو الايفورت اللي انت حطاه في المكتب ده لو كنت حط في المذاكره كان زمانك جبت حاجه و90. ماشي يا مريم،
مبروك. ياسمين، ياسمين كانت بتذاكر مع فيديوهات ستادي ويز مي مع حد غيري، اكيد جبت مجموعه وحش جدا. ستيكي نوتس كراريس خطها شكله حلو منظمه، اعتقد يعني بعد كل الشغل ده 80%. طب عشان خلاص ما بقتش اتخدع بسهوله. 76.5 شباب اللي لسه بيدرسوا اتعلموا بقى علشان تذاكر كويس وتتاكد انك تنجح. اعمل ستاب الوان ومبهرج زي عمو اللي كان عامل ده. ليلى حكيم بعت لي 33 ثانيه فويس نوت ليه هنتصاحب. دباسه ليه يا ليلى، هو انت شغاله في السجل المدني؟ الله فازه دخلت على السوري اللي بعديها، انا اسف. بتشرب في شفشق ميه في مزهريه فيها ورد بلاستيك، ده بيحفز قوي على المذاكره. 80% 80% 89 90. ودخلت كليه لغات قسم لغه فرنسيه. يا جماعه عرفنا نسقف كلنا لليلى حكيم، دخلت الكليه اللي هي عايزاها ورتبت فيها، ان شاء الله ربنا يكرمها كمان في سوق العمل. نورهان انا بقيت حاسس ان كلكم قاعدين بقى في نفس الحته بقى، يعني حاسس ان كلكم قاعدين في نفس الاوضه. الستيكي نوتس والفسفور اللي على الكشاكيل ده والاقلام وشد الخط ده، احنا كلنا قاعدين كده ايه في نفس الاوضه. خلاص تمام، الاوضه ديت ما بيطلعش عن 85. ما عدتش ال 80%. مش شمتان والله، مش شمتان. تدرسوا الشباب اللي لسه داخله ثانويه عامه، ما تستخدموش ستيكي نوتس، ما تشدوش سطور، تمام؟ لا دي مش ايام الثانويه، لا معلش انا ما استخدمش غير ايام الثانويه بس. معانا دلوقتي ايه ده؟ معانا مريم عمرو، دي بتعمل اعمال مثلا. ايه ده؟ ليه معلقه؟ ليه معلقه الورق كده؟ انت معلقه حياتك كلها على الحيط عندك، ايه ده؟ ايه ده؟ هي ليه معلقه الشغل اليدوي والمذاكره والاقلام وصور ليها وفي هدوم معلقاها فوق ومجلات، ليه عامله كل ده على الحيطه؟ إيه 60% يا مريم صح؟ 91.34% 91.34% اكيد عشان اللي على الحيطه كنت بتعملي اعمال بيهم، اكيد دي مش حاجه طبيعيه. ايه انت كنت بتذاكر كده ازاي؟ عمرو اوعى البي سي جيمنج يا مش مهم يا، اقسم بالله والله مهم. جبتك 50% يا برنس. المهم البي سي ده طرش. ودي بتلعب فضلا انت صاحبي؟ لو بتلعب فضلا انت اعمل لي اد. 98.5 جدعان انت عرفت الحل، عرفت طريق النجاح. اعمل منشن لباباك ومامتك وقول لهم انا عايز بي سي جيمنج عشان اقفل في الثانويه العامه. احنا بنعمل كيس ستادي دلوقتي، اصل معلش يعني انت مش خلقه عن بقيه العالم. فانت لما تشوف دلوقتي الناس اللي كانت بتلزق ستيكي نوتس على الحيطه وبتاع، الله يسهل له. انما اللي عندهم بي سي جيمنج طايرين بقى، ده مش حظ. طيب صلاح بعت لي فيديو، اقسم بالله لا رايق المكان ده، عاجبني الادوار علشان تحط فيها حاجاتك وكده، والاضاءه هي مزعجه للعين شويه بس مريحه. في فرع نور اكيد، في فرح يبقى اكيد الراجل ده كان الكتب بتزغرط من معاه. 98% يا صلاح صح؟ جبت 66% يا ابو العين. 66% يا صلاح. ما صلاح ما هو دي مش لمبه تذاكر عليها صلاح، ولا فرع النور ده ولا الادوار، يعني مش فاهم ايه الادوار اللي انت عاملها فيها. ده انت دور ثالث كده، ده انت دخلت دور ثالث بالادوار اللي انت عاملها دي. 66% يا معلم. بسمله ستيكي نوتس حاجه مش مبشره، مش محتاج. 70% بسمله صح؟ جبت 65%. 65% مش شمتان والله، مش شمتان. سهى خالد يا سلام، قصة الكتب كانت بسطانة جدا، الستيكي نوتس قبضت قلبي. وايه ده؟ انت كنت عامله زار ولا في حد اللي كنت بتعدي يعني الاسابيع يعني وكده، الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث؟ انا هكتبه في صوره ما تفتحهاش. فتحتها 89%. كان المفروض اخمن. لا حلو، عملت 89% دفع. ايه ده؟ انا حلو مش يعني حد غير وجهه نظري شويه عن الستيكي نوتس. معانا علوه، بي سي جيمنج برمجه، يعني الراجل انت بتبرمج اكيد يعني دلوقتي دخلت حاسبات فانت جبت فوق ال 90. سبايدر مان ايه دخله بالموضوع بقى؟ انا عايز افهم. وايه كوبايه الماء اللي بتشرب فيها دي؟ 96.5% 96.5% ما شاء الله. جدعان ارموا الاستكنوتس في الارض، هاتوا ماسك سبايدر مان. سهيله معاها اله حاسبه وورا ابيض. سهيله انت جايبه 50%، تمام؟ 405 من كام؟ 410. اوف ما شاء الله. طب يعني واضح ان انا الابيض يعني لوني عماد. يا جدعان اقسم بالله يا جدعان دي ما طريقه، يعني ليه لازقين الحياه كلها على يعني انت لازق الجدول الدوري تقريبا صح؟ انت بس دلوقتي قاعد بتذاكر كده، بعدين اللي هو بتاع عايز تاخد نفسك بقى في الوقت، تاخد نفسك تقوم بس برضه على المنهج، اللي هو انت مش عايز تسيب المنهج ولا لحظه. انت عايز بقى ايه لما اخلص؟ مش هخلص
ده انت كده هتتجنن. انت جبت اكيد روني درجة عالية علشان المنهج ما فرقكيش لحظة، اعتقد فوق 95. انا جبت في ثانوية عامة 71.5. 71.5. طيب ما روني انت لو كنت شلتي الورق ده وحطيتي مثلا مناظر طبيعية وحطيت صورة بحر كانت تفتح نفسك اكتر. بنتعلم، كلنا بنتعلم في الحياة. طيب يا شباب كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. انا اسف ان انا دخلت بيتكم مرة واحدة كده وقعدت احكم على الطريقة اللي انتوا كنتوا بتذاكروا بيها والطريقة اللي انتوا بتفرشوا بيها بيتكم، لكن يعني احنا في بيننا عشم وكده. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عندكم افكار تانية لحاجات محتاجين ان انا اخمنها يا ريت تبعتولي، انا شاطر جدا في ده، يعني حاسس ان هي موهبة طبيعية موجودة عندي. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وزر الاشعارات ونوصل لمليون اخ واخت هنا. انا عايز تعملوا كلكم سبسكرايب عشان العيلة تكبر والموضوع يفتح مننا ويبهوأ بقى، فاهمين؟ شكرا جدا لكم، وان شاء الله معي حاجات كتير كده. بحبكم وبحب مين يحبكم، بس خلصونا.